ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير من دار الخير، من دار الفلاح، من دار ابو خليفة، من دار ابو سلطان، من دار الشيوخ الكبار، من دار الطيبين، من ليوة تل مرعب. هالمكان اللي ياخذ العقل، هالمكان المعدل المزين المضروب اللي ضربت لنا جريدرات ومعدلت لنا وقادي ابوي ابدا ما شاء الله، والعالم مفتله مبسوطه، الخيام خيام، الكربانات كربانات، وغادي تحرى بلاد كاملة متحولة في هالمكان عنثر الليل. وهذا سكننا نحن الباحي وين ضوينا، يينا طالت عماركم وصلنا السيائير قبلنا قبل الحشر بعشر. هاي يوم يقولك يا مواترهم ويا سامانهم قبل الحشر بعشر، هذا نحن وصلنا مواترنا الضحى العالي، وحطوا مكاننا وحطوا الخيام، وعندك دونك وزحبة الدنيا، ويينا ترى وصورنا لكم وخطف فعاليات اللي روينكم اياهن، وصورنا ضرب الطعوس وتحفيص الويلات والرياضات، رياضات السيائير والدراجات، وما شاء الله وصورنا لكم الدنيا كلها اللي في تل مرعب. عطيناكم جو وبرنامج تل مرعب كامل لين تاريخ 31، وضوينا ترى البارحة وأمسينا ويا الشاعر ويا الربابة ويا عشانا، وعينا من الله خير، شبت الضوء والقهوة والعلم والخبر، يتنا الفوائد ويتنا الكرامة لين مكانه طال عمر من أكرمنا، وطال عمر من رحب بنا، وطال عمر كل إنسان سلمنا عليه وسلم علينا، وكل إنسان فرح بيئتنا. نعم، ما يينا هالمكان وعنينا من دار لين ديره إلا لجل نفرح جماعتنا وربعنا وصدقاننا، ونرويهم شو اللي حصل وشو اللي صار وشو البروغرام لنا كان وشو البرنامج. الله رب العالمين، الله وفقنا ونقلنا لكم عبر هالجهاز الصغيروني والإمكانيات البسيطة اللي الله قدرني عليها أنا والجماعة اللي عندي من ربعي واللي يشتغلون وياي واللي يشتغلون واللي يساعدوني في هالأمور كلها، ورتبنا وصبقنا وعدلنا ويينا لجل ننقل لكم الشيء الجميل، هالحدث الفنان المميز. هذا نرويكم العالم كيف انتوا لا يدخل في عقلكم انتوا بتقطون بلاد ضاربه هالقريدرات ورافع هالرمور وهالدنيا ومعدله ومسوي للمجاري، مسوي للكهرباء، تعال بس انت وكربانك، مجاريك تمشي، ماك يمشي، كهربك تمشي، ما عليك الا ابوي تحط وايراتك، ها على ما تشوفون العالم كلها جايه. ها نحن ما ابويا، هذا نحن، هذا نحن، هاي بقعتنا نحن، هذا مخيمنا، ها هاي السيارة، هاي واحد أربع والخيمة. كان يعني مكان الحمد لله سد بشيركم وسد وزاد ولله الحمد، والمكان مرتب، والله المكان مرتب. والحين إذا الله جعلنا من الحيين إن شاء الله بنشتل وحدة هنتين ثلاثة أربع بخيام. وين بنسير؟ بنسير طالة عماركم ليوة، ليوة دو النفس العليلة، إن شاء الله بتكون سيرتنا ليوة، وبنتغدى في ليوة، وبنتمشى. يتريانا راشد بن حاده الله يحفظه، ما قصر، من اتصلت به البارحة داق صدره، ترخص من اللي هو وياهم ربعه ومعازيبه وودر شغله، وقال بكون وياكم إن شاء الله طول سيرتكم لين باكر إن شاء الله، بنتو مروحين مرواح يكون مودعكم وتوكلون على الله. فاليوم بيكون طالت عماركم غدانا في ليوة، ومسانا ان شاء الله من بين العصر رواح جداء المرزوم، محميه المرزوم، محميه المرزوم ان شاء الله ان بنمسي اليوم فيها على طبخ ونفخ وسوالف، وعندك ودونك وطرب وربابه وناس طيبه ايواد وحج مثلكم شرواكم، وعندك ودونك لين باكر الصبح. باكر الصبح ان شاء الله بنصبح على برنامج جميل بيوزلكم، وكلن يحبه وكلن يعشقه، رياضة جميلة، رياضة الأجداد، رياضة الناس الطيبين، رياضة اللي ربوا عليها يدودنا وهاليتنا وربعنا وصدقاننا وجماعتنا كلهم ربوا على هاي الرياضة اللي هي الصيد والصقور، وإن شاء الله بيكون باشر بين حبارة وأرنب وظبي إن الله راد. بيني وبينكم ما هان علي أني أظهر وأودع هالمكان من غير ما أصور لكم هالمنظر الجميل. شوفوا الكربان اللي هناك، هناك نحن، هذا هاي المنطقة كنا، وهاي
هاي البقعة اللي تشوفونه، هاي المكان كله، هذا اللي تشوفونه كلها كربانات. هاي شوف المخيمات هاي كلها بكربانات، هاي كلها البقعة. وهذاك اللي تشوفونه معرض الكربانات اللي أمس صورناه نحن لكم المساء. شو الخيام اللي شرات الكيزان، وشوف الخيام على النقيان، مخيمات. ها شو المخيم هذاك، والله عليكم ها شو ما زين. وانت ساير وانت ساير وانت ساير وانت ساير وانت ساير وانت ساير، كل هالعرب ابوي كشاته، كل هالعرب كشاته. عاد نحن عاد من الدوار على اليسار، وين الحلبات، وين تل مرعب. هذا مرعب من الدوار يسار، وين الاسواق، وين البارحه اللي صورنا، وين البقع. هذا المدخل الرئيسي، هذا الشارع هل تشوفونه سيد ورون سيد. هذا استوى في زمن بسيط، أمر الشيخ حمدان الله يحفظه ويطول بعمره. الشيخ حمدان مثل رئيس الدولة في الضفرة، أني سووا أبدا في جيل يا رب ارحم، خدموه ليل بنهار. وهذا ذهب، وعلى ما تشوفون عدلوا الدنيا هذه كلها. وهذا من الدوار مثل ما قلت لكم، الوكالات والمطاعم والدنيا اللي صورناها البحر من الدوار يسار. وهذه بقعة كلها مخيمات، هذا خاصة في منو، في هل بالكربانات وهل بالفانات، واللي جايين واللي مسافرين، حد من شرق وحد من غرب. سبحان الله، شيء جميل جميل، يعني فعالية من أروع ما يكون، من أروع ما يكون. عالم أمة لا إله إلا الله، والله في الليل ما تروم تمشي من الوادم. نورت الشاشات، نورت الشاشات يا الغالي، نورت الشاشات، نورت الشاشات يا الغالي. شو بقول لكم يا جماعة الخير، بين تل مرعب والمكان اللي نحن فيه، هذه مزيرة، مزيرة طالت أعماركم، تعتبر عين الماء، ساس ليوة، أو حد من العرب يعني يقولون هاي عاصمة ليوة. أبو راشد مرحبا محمد، نحن نسميها عاصمة ليوة لأنها مركز ليوة وهي الأساس. نعم، بداية ليوة من مزيرة، مزيرة هي المغذي، هي اللي بتشوفها مركز المدينة. نعم، وهالمكان اللي نحن فيه عبارة عن شو؟ هاي عبارة عن حديقة مزينة بجميع النباتات البرية، 20 نبات بري، ما فيها أي نباتات زينة ثانية. مثل شو؟ شو من نبات؟ فيها الأسمام، فيها القصبة، فيها الغضا، فيها الأرطة، فيها السمر، فيها الغاف، فيها أغلب النباتات، الغضا الباكستاني. مزينة مكان. وين الغضا الباكستاني؟ هاك اللي هناك. هذاك اللي ناس. شو الغضا الحين في الشتاء؟ إيه بس، إلا الباكستاني النوع هذا تحصله خضر. سبحان الله، سبحان الله. محمد عبدو يوم غنى أتقلب على جمر الغضا وأتقلب، هذا أبوي إشارة الغضا. هذه تشوف خضر النشلة اللي تحت الخضر عند الدوار. شوفوه. الغضا في كل بقعة يي بس. بس. في الشتاء إلا مال باكستان، هادو خضر قيض وشتاء. فلذلك قال محمد عبدو واتقلب على جبر الغضا واتقلب واتذكر وطرن مضى الزمان. هي والله. يوم كان الهنا عبد اللنا لا تلو. لا بشرك أن الحمد لله عبد اللنا اليوم ودوم في الحمد الرشيدة. الحمد لله رب في العالمين. في ذا الدار وفي ذا الأجواء الطيبة. وتشوف الموقع هذا ابو محمد الكوفيات، وقبل شوي تشوف العوايل ما بغينا نصورهم. نعم. الضحى والعصر والمغرب عينهم يمشون، واللي ماخذ له كوفي ويمشي في الاجواء الحلوه، اجواء جميله ابو. هاي فرجان هني ها؟ هاي نعم. دحين نحن في مزيره. في مزيره نعم. محاضر ليوة كم عددهم؟ محاضر ليوة في 340 ينقسم من هذا الدوار تشوف السنتر. نعم. هذا المدخل اول ما تي ليوة هذا المكان. هذا الدوار هذا اول محاضر هم زيرعه هنفير قرمده، وانت رايح لين حميم شرق زين، ومنه الضوير وظفير ومروان يمتد لين عراده، يشمل ما يقارب 60 محضر شرق 60 تقريبا غرب. حدود ليوه كلها كم كيلو تقريبي؟ حدود ليوه جايه هلال. هاي سم هلال خصيب. هلال يوم ترفع لان هلال تقريبا في حدود ال 160 150 كيلو. ما شاء الله. كانت رمله صحراء كلها فضل من الله سبحانه وتعالى وجهود ابونا زايد الله يرحمه، غدت واحه خضراء مثل ما تشوف. سبحان الله.
فيها الفنادق وفيها الشاليهات فيها الاستراحات والمطاعم والكوفيات والخير خيرهم والشر الغيرهم. تلاحظ الزينة كلها في النباتات البرية والاعتماد في الزينة على النباتات البرية، وهذه رؤية سيدي سمو الشيخ حمدان بن زايد المفتي الحاكم في منطقة الظفرة. هاي خير توجيهاته ونظرته توجيهاته البلدية في منطقة الظفرة اتخذوا هذه الاستراتيجية. اليوم نشوفها كلها نباتات برية، منها فائدة الطيور تاكل، البذر ينتشر عن طريق الهواء ينتقل للرملة، من هنا المطر شب البذر هذا، سبحان شبت العلقاق، شبت الرمثو، شبت الحاد، شب تمام. فهاي رؤية مفيدة. هذا اللي تشوفه شرف اسمها الظفرة. اسمها الظفرة؟ اي نعم. ليش؟ ولكن ما أخذ حجم. هذه ظفر سميها ونحن سميناها الظفرة هني. ولا هي الظفر؟ هي الظفر. ما أقول عنكم شيء. اي نعم. تقوم تخلفون الاسم كامل عن بكرة أبي؟ خلاص هي الظفرة. هذا الحرمط. هذا. سبحانك يا رب سبحان الله سبحان الله. هذه حرمل هذه والله ابو محمد الشيره ما صراحه اول مره هذه اشوفها. سبحان الله هذه السنه موسمها، هاي اول مره اشوف الشيره. لكن الشيره انتشر بطريقه ممتازه ابو محمد. شوف اكثر الشيره الحين اللي طرف الدوار هذا من طريق نقل البذر. تطاير يطاير هذا البري يطاير بذره له موسم يبدا ينتشر. سبحان الله هاي بادره جميله صراحه التمسنا نتائجها الطيبه. اللهم لك الحمد. هذه النخيل طالت عماركم النخيل الاوليه، هاي محضر اسمه محضر ظفير، وهذه احدى القلاع القديمه من اقدم القلاع اللي موجوده في ظفير، معدله ومزينه ومفتوحه للي بيسير ويجي بيطمش يتفرج. طلعنا حين نحن في الدور الاول، على ما تشوفون الدنيا كلها مسوي لها صيانة وتهوية ومكان دخول الشمس ومكان دخول الهواء، فلذلك تلقط المكان بارد، البراد يجي من كل مكان. طريقة البنيان، المواد اللي استخدمت في السابق نفس المواد الحالية اللي تمت إعادة الصيانة والترميم وطريقة التهوية والدرايف وين مال الزان ومال السلاح وين الحراسة، هاي أماكن تحرس كل محضر بمحضرك، فتلقط أغلب محاضر ليوة كل محضر عليه له حصن وله برو يحرسنه من عماركم. وعدناكم أن اليوم تكون عندنا جولة جميلة خفيفة في ليوة ومحاضرها، إن شاء الله بنصور اللي نروم عليه من ليوة. نحن كل سنة نصور ليوة، العام وعام الأول وليه قبله كل سنة نصور ليوة. ليوة ما شاء الله غنية عن التعريف، الكل منا والجميع عرفه وكلكم تعرفون كل معالم ليوة من عشرات السنين، يا غير أنا وصلت وقلت في خاطري يحيي وحاي وبيع مسابي تراني موجود، ومرة عمرتين بنصور نطالع نقصر دوب وياكم ضحك وسوالف، ومعنا مدام اغتنمنا الفرصة يكون ويانا أبو سعيد راشد بن حادي يكون مرة واحدة ناخذ المعلومات القيمة منه. شكرا يا أبو سعيد. عفو يا أبو محمد واجب الله يسعدك. نحن في وين الحين؟ هذا مكاننا اللي نحن فيه، هذا محضر الطير هذا ابو محمد. هذا طير كم يبعد من الماري؟ من مزيرعة تقريبا 15 كيلو. انزين يعتبر فيه زريع النخيل، هاي من اقدم النخيل اللي موجود. شوفون لما هاي اللي هناك يمعة النخل، هذا من اقدم نخيلك انت يا ليوة، يعني يمكن 80 فوق السبعين من الثمانين ستين وانت طالع. بنسير لهن هاي هناك ولا احب نسير الحين؟ نحن نص اللمة هاي من النخل اللي هناك ان شاء الله. شوف هالنخيل هذا كله النخل كله حديث هالاماكن. الاول نخيل ليوة بين محضر ومحضر 30 و40 نخلة، 50 نخلة، 3 ما حد عنده نخيل العدد اللي عنده 50 هي يعتبر غني ذيك الايام. هي الاول ما حد عنده نخيل هالكثر، الا عقب ما شاء الله من عقب ما حكم زايد وكثر الخير الحمد لله. عم الخير واللوادم زرعت وتوزعت الاراضي وضربت القريدرات واستوت المزارع واستوت الدنيا والحمد لله رب العالمين. على ما تشوفون ها محمد سابقا ليوة اتوقع فيها ما يقارب 600 نخلة الكثير. كل ليوة تدري اليوم والله الحمد بعد اخر احصائيه اجرت من قبل الجهات المختصه تعدى 1,800,000 نخالة اليوم. سبحانك يا رب. ما يقارب من 50 إلى 70 صن.
لا إله مليون مليون وثمانمية وأعلى هذا قبل أربع سنوات آخر يعني أحل أكثر عن مليونين حاليا. الله عوامل الطبيعة شو تسوي في النخل؟ شو عوامل الطبيعة اللي تطيح واللي تحتاس بالهويات ومن العمر؟ ترى يقول لك طاري العمر فضاح، أما عمى ولا تساح، هذا بالنسبة للوادم اللي من غير تالي العمر فضاح، أما عمى ولا تساح. حتى النخل ما سلم من هالوصف سبحان الله. ها هذه احتاست وهذه طاحت والحمد لله رب العالمين. الحين طالت عمارك المكان اللي أنا فيه هذا اسمه علات موقب، وهذا يو بصدين. شوفوا النخيل، شوفوا النخيل بالله عليكم، شوفوا المنظر، شوفوا شوفوا سبحان الله سبحان الله تبارك الرحمن خير الخالقين، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شوف النخيل هذا بصدين، هذا يو بصدين، والبقعة اللي أنا فيها طالت عماكم اسمها علات موقب. علات موقب هاي البقعة اللي أنا فيها، وهذا اليو يو بصدين طالع مزينة. منظر في قمة الجمال تبارك الرحمن. سمع جابر، سمع أبو حمد، سمع أبو حمد، الله أكبر، رحمت الله عليك، رحمت الله عليك يا أبو حمد، جو لي ومن جو الأبناء. من حبوب بس جولي ومجول أبناء، لا من سم لا من جولي ومجول أبناء، لا من سموم ولا رطوبة. ليش شفت من الدكتور نقصان سر له وتشفى من هبوبه. الله اكبر، رحمه الله عليك يا ابو حمد. الله يغفر لك يا ابو حمد، الله يغفر لك. ما زين ما زين الجو فيها، ما زين الجلسه فيها، ما زين التمشي فيها، ما زين رملتها، ما زين برها، ما زين طعوسها، ما زين كل محتواها، دار بهلها بناسها برضها بقعدتها بنخيلها كل ما فيها زين. اللهم لك الحمد. أربع من رستات عاد هنا ما فيها صعوبة، ما فيها صعوبة هبدا، كل الرستات طر أبوي النقيان طر، وازمة أبوي الشوارع خر مري، صيد وادينا حلال، وين ما تضرب بالصالون السيارة العود الصغيرة كل يوصل، ما شيء أبوي سهل صعب، كل أبوي له رستتن ما بين نقيان. رحمة الله عليك يا أبو حمد. إيه سهل على هالطعيس هالصغيروني مشاهد هالمكان مغيربان، مغيربان، توجف سيارك هناك أبويها، توجف سيارك، ولا كان سيارك أبوي دبل تيبها، سيارك مبدبل توجف سيارك أبوي على الرستة وتركب وتجلس على هالطعس، هالطعيس صغيروني، نكيكيد، وتطالع هالمنظر، يكون يأتي وأنت متمسح، تصلي المغرب وتجلس، لين مرة،
يدن عليك العشاء سرت بيتك ابوي ولا فندقك وضويت يسدك يا ابوكم اليلسي في هالمكان اليلسي في هالمكان والله نهتي بالعافية. هو نظيف هو نظيف يغني يا ليل ها عشرات الكيلومترات عشرات الكيلومترات كلها نخيل غبيب 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 اظلمه اظلمه ما شيء بلاد فيها نخيل هالكثر لا العراق ولا تونس ولا الجزائر ولا اي بقع ما ظني هذا هذا هذه نقطه من محيط هذا 10% هذا 10% بعد 3% هالمنظر ناهيك عن بن حاده شو اسم المنظر اللي خبرتك عنه قلت لك انا وانا جاي شفته قبل ما تتخليوه اي نعم شو اسمه هذه 8 وسيح الخير هي 8 وسيح الخير الخير من الشمال 8 من الجنوب كلها نخيل وهذا ارطه يا سلام على الأرطة هذا الأرطة أرطة رش مرة هاي المشيش مرعاي وميدد شوي هاي زين السلطة زين يلا شعلي هاي تبولة هالليوة تبولتنا هاي نسوي صارت أعماركم حاليا في مزرعة السيد راشد بن حادة المرر هذا الرجال اللي نحن مستضيفنا ونسولف ونناقش وياه من امس مزرعتي ابو محمد هذه مزرعة مزرعتكم مزرعة اللي خاطف الضيف سيد طال عمرك فطالت اعماركم ان شاء الله اذا الله جعلنا من الحيين بني زياره خاصه في برنامجنا المعروف اللي هو برنامج بنسير وبنسوي تغطيه على المزرعه كامله باللي فيها من خيل وهي هاي من المزارع النموذجية الفنان المميزة اللي تشهد لها يشهد لها الرب والعرب وإن شاء الله رحمة الله عليك يا أبو خليفة فإن شاء الله إذا الله جعلنا من الحيين بيكون بتكون جلستنا ويا أبو سعيد وبنرمس ويا بيعطينا علوم النخل وكل ما يخص النخل في هالمزرعة المبروكة إن شاء الله قريب إن شاء الله من عقب ما يخلص شغلنا اللي نحن فيه أخلاف أبوهم بتسويها تغطية خاصة راشد ها قلنا حق راشد قلنا حتى البيض اللي عند راشد غير نمونه حتى البيض مختلف شو ليش رجله هالبيض الحين هذا ما بصدقي ها هذا بصدقي بلاستيك عندنا نحن غرف إنتاج بيض دياي بياض ووز وبط زين يوم نشل عنها هي. يحطنا البلاستيك يهمنا أن البيض تحت عشان ما يزعلن عشان ما يزعلن هذا أبوي يحب عشان ما يزعلن هاي يسمونه رامي يحطون البيضة تحت قالوا حطوا تحت رامي شلجله لجله تبيض ولا تهجر المكان هذاك المرك ماله في عسب الناس تتعب خلاف تدور المرك لا هاي حطوا لها رامي وحده شلوها اليوم خلوا باكر غيرها لكن هني ابوي بن حاده عند بصره هاي بصر ابوي بصاير بن حاده ها رامي ابوي هب يقول ما تزعل زين والله يا ابو محمد احنا الزعل احنا هم الزعل يا رك الله انت اعماركم مايوب جايلنا من حمدان الياسي حمدان المزروع الياسي هذا غداه جايلنا لي مزرعه راشد بن حاده مشكور وبياض ويه وكل زين ورقم واحد طال عمرك يا الياسي مشكور يا حمدان مشكور طال عمرك هذا الرجال وينه بن حاده هذا الرجال من البكندور الحمراء هذا ناصر مفرح لحبابي والله مليار ولد مهندسنا ما شاء الله هالرجال الفنان هذا ثامر شيف المزروعي شوف انت مرات عندي 10 طراريد في البحر ها؟ عندي اروح البحر عندي 10 طراريد ما ظني لا والله هذا راعي بحر وراعي ارشاب وراعي نخال ما شاء الله متعدد المهام وين تبوها الله يحفظه ان شاء الله سموا يا مرحبا يلا ابوي الله يبارك فيكم مشكورين وما قصروا الله يا مرحبا اعماركم الحين ياس ومعمل بن حادة هاد لالة وعاميلة وكوتة ومياه على ما تشوفون هذا المغسل صينه ودلاله ودنياه وها كهو هذه الدلة ملقمة لفنيا ساير فنيا جاي قدينا وعينا من الله خير هاي ياسه في العادي وهناك ياسلي من هناك مكان البلاد وهناك غرف النوم والدنيا وهاي ياسين احنا بنريح إن شاء الله إذا الله جعلنا من الحيين إنها بنحرك عقب ساعة تقريبا أو ساعتين ساعة 3:30 بنحرك من لي وجدة مرزو إن شاء الله بنوصل حول الساعة 5
خمس قاصر زايد شوية بنبتدي التصوير بنخبركم عن العلوم وكل كل شيء. أما عن الموقع لين حن فيه مزرعة بن حاد بنيها يي خاصة بنسوي مقابلة وياه. أكستو أكانت تربوك ما فيه نت هاي بقدر أقولك ترى ما حد غير من هالعربي صافي مو نسوي بمنها تبيشتغل لين وصل بن حادة. الله يغنيك طول بعمرك وشكرا على حسن الضيافة وشكرا على الكرم وشكرا على كل ما قمت فيه. واجب يا رب سلم حلاتك يا ابو محمد. الله يطول بعمرك. سوينا الواجب واغلى من الواجب. جزاك الله الجنة. بشيركم نرقدنا رقدة عليها رضوان من الله. رقدة غير نمونة. الرقدة اللي عليها رضوان من الله اليوم رقدناها. وحين ان شاء الله طالت اعماركم لاقين سيارتنا سلف. محمية المرزوق إن شاء الله. جهود جبارة كانت جهود جبارة اشتغلوا عليها الرجال الله يحفظهم ويطول بعمرهم. فكل الشكر والتقدير لسمو الشيخ حمدان بن زايد بن سلطان النهيان ممثل رئيس الدولة في منطقة الظفر حفظه الله ورعاه على الجهود الجبارة اللي قاموا فيها لإنجاح هالمهرجان وكل المهرجانات اللي تقام في منطقة الظفرة. فلهم كل الشكر والتقدير على والامتنان منا وللتسهيلات اللي سووها هم والفريق العمل التابع لهم كلهم ما أخص حد. أكيد كل الشكر والتقدير لسعادة عبد الله بطيل قبيس رئيس مجلس إدارة نادي ليوة الرياضي وللسيد الله يحفظه حمدان بن محمد المزروع مدير دائرة نادي ليوة الرياضي لكل الحفاوة وخصونا بالاهتمام وتهيئة الأماكن اللي خيمنا فيها نحن وربعنا وفريق العمل اللي تابع لي. والحمد لله لقطنا كل التسهيلات وكل المساعدة وما قصروا ما قصروا جزاهم الله خير. وحين طالت أعماركم نحن وصلنا محمية المرزوم. هذه محمية المرزوم ترحب بكم. وهذا المدخل يبعد ما يقارب 80 كيلو من شنتية ديوة. وحينة نحن وصلنا بنصور لكم من أول ما نوصل. وصلنا طالت عماركم المكان المحدد المكان المنشود المكان اللي لازم نحن تكون عزبتنا فيه. هذا يمعه بن سبيع. بن سبيع سلام عليك. والله حالك يا ولد العم؟ لا خلينا منك بارك الله فيك. ما قصر يزاه الله خير. يينا ولنا جدانه ما شاء الله متعبل ويزهب. وهذا طالت عماركم المشروع العام كان ويانا والسنة نفس الشيء في أجمل شتاء في العالم. مشروع اسمه مشروع الهودج. مشروع الهودج شركة عبارة من شركة توأم زوج وزوجته حرمة وريلها وين ما يسيرون مع بعض. مشروع كان صغير إلى أن أصبح أسطول من الكرفانات. هذا واحد منهن وهذا الثاني ناهيك عن الكرفانات الباجية اللي منتشرة في الدولة. فريق متكامل وين ما تصير هي ويا ريلها وكرفانها هي ويا ريلها منك جدام والعمال اللي وياهم مساعدين ما شاء الله. ويعني هي أم سلطان هي اللي تتعبل من الديكورات والفراش والتعديل والترويح وترتيب الديكورات وكل شيء. متعاونين ما شاء الله عليهم بارك الله فيها هي وريلها. مشكور يا أبو سلطان مشكور طال عمرك وممنونين لهالخدمات الجليلة. الله يطرح البركة فيك. مشكور يا أم سلطان طال عمرك الله يحافظك إن شاء الله يطرح البركة فيك وذريتك. أنا يشرفني أنشر حسابكم اللي انتو تفضلون انشره. انا ممنون لخدماتك انتي وبعيالك ابو سلطان. انا ممنون لك العام والسنة انتو ما قصرتوا وياي. ومشكور يا ام سلطان على كل اللي قدمتيه. الله يبارك فيك يطول بعمرك. فالحساب اللي تبونه انا بحطه اي واحد منهم ان شاء الله ان شاء الله توكلوا على الله. فأكيد شكرا لكل اللي اتصلوا وكل اللي عرضوا خدمات كل الجهات اللي ساعدونا وسهلوا علينا الانتقال من وإلى المواقع اللي نحن حددناها وبغينا نيلس فيها. فالحمد لله كثير من الاتصالات يتحد رمنا نرد عليه وحد ما رمنا نرد عليه. ومنهم طالت عماركم الأخ العزيز يمعى بن سبيع ما قصر اتصل وعرض خدماته وروحه يا وأصر أنه أيي ويشارك في هالحملة. فكل الشكر لك والتقدير أخي يمعى. حملة يا أبو محمد لا خلينا منك إن شاء الله. هذا.
كل سنه وكل حول. امين. كل سنه وكل حول على سلامك ان شاء الله. وهذا الحبيب بعد ابو راشد جاينا من شيخة البلادين وادي الحيول. وادي الحيول وتستحق الدار ذي. نعم. اول شتاء وتغطية يا ابو محمد، تغطيتك طيبة والعرب شاكرة. جزاك الله الجنة، الله يرحم والديك. شكرا شكرا. المكان مكان يعني الوصف يفوق الخيال. هاك مخيم بعد هناك. مخيم اظني حد فيه هدية ولا بيي. على مد النظر نحن طالت عمارك ما رمنا نغزل نسير داخل نسب الشول، لأن سيارتنا صوالين، سيارتينا توصل، لكن الكربانات هاي الكبار ما يدخلن. فهذه يا ساتر نحن قرب الرستة، يا غير عزبت على قد حالها زينة حلوة بلاها فنانة. ان شاء الله نخلاب يستوي الطابخ والنافخ والعزبه وباكر بنصبح على علوم اخبار ومسانا اليوم بعد كذا الامثال، وان شاء الله كل شيء زين كل شيء زين. يا مرحبا ابو راشد. يا مرحبتين يا ابو محمد. لا بك يا ود العم. هذه جلسه التطوع، وهذه ابو جلسه شبه التمدن شبه التمدن، وهذه اليلسة عاد الأصلية. هذه عاد اليلسة الأصلية وين الحظير، لكن الحظير بعد ما استوت، لكن إن شاء الله يسدنا نحن. هذا طالت عماركم بنسبيع بنسبيع. شو عشان اليوم؟ اليوم أنا عيش مفلفل. أشكر فنك. الشواية هذه ها إيه هذا التويس الأطريها. يا سلام، شو هذا بالله عليك؟ هذا تنظيف الضوء الخفيفة لكن يجي كريسبي. كريسبي قول لي. نعم، بالعسل شي غاديلك. يا سلام. اثنين قلوب هذا خلص. نفرين يلطمونه. نعم نعم. ما شاء الله يا أخو السمن. مجلوب هذا ما أبو محمد. يا سلام سلام. مندي. ما شاء الله عليه. هذا على أي طريقة الحين الشواي؟ البوسنية. هاي الشواي البوسنية. البوسنية. تبارك الرحمن، ما شاء الله. والله بنسبيع الشواي البوسنية. هذه الشواي البوسنية وهذه فعايلها. ما نقول عنك شيء بنسبيع. وهناك جاب الجدر هاك. هذا العيش المفلفل؟ هذا العيش المفلفل. يا سلام. ها؟ كسروي. شو يعني؟ هذا اسم العيش النوعية هذه. شوف أنت. يسمونه في اليمن. ها؟ شوف. هذا هني هذا ورق الموز. هذا الحين شيء في المنديل المجلوب فيه ذبيحه مره الخروف العود فيه. لا اله الا الله. ساعتين غريلك شو صحتامي كل عظم متفري من عظم. لا اله الا الله. عمرك طويل. من قال يا ابو محمد؟ من قال؟ هذا الحين فيه خروف. اي نعم. وهذا العيش المفلفل. هذا العيش المفلفل. وهذا المشواي البوسني. الكريسبي والعسل. يا سلام. واجمل اجمل شتاء في العالم. يا واشهد ان اجمل شتاء في العالم. نعم، اللي يمر عليه الشتاء هذا ولا يطلع ولا يشوف اجمل شتاء في الامارات. اي والله خسران. اي نعم انه خسران. ابو سلطان. هلا. الله 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 عزين. ما شاء الله ما شاء الله. هذا عمار. عمار سلام عليكم. الله يحفظه ان شاء الله يبلغ فيه معرس يا ربي. هذا ابو راشد. يا مرحبا يا ابو. يا مرحبا ابو راشد. الله يحييك يا ابو محمد. ابو راشد ترى الكندوره غير والفروخه غير. عادوا انتبه لو بتخليهم تو يشوفوا بيسوون لنا داكله في الرمل. احنا ابو محمد هو كله يمشي. ايش عندك الذبيحه؟ قلب. ولك كلام. ما يبقى. هذا يقول متفتقه الذبيحه من اطرافها. شوف. ما شاء الله. خالي هذا يبالي عسل بدك شبدك. الله اكبر. اي والله هذا يبالي غرشه عسل. ما ينك المره. والله مليون مرحبا. يعني والله مليار مرحبا. مرحبا مرحبا بمن وصل. مرحبا ابو سالم. والله كنت تستاهلون العلوه. لا خلينا منك ولا من اسمك ولا من وين. من البارحه من البارحه الدور ولدي. والله مليون مرحبا. لا خليت من اسمك. مرحبا بولد العم. هذا اخوي يبالي عسل.
كريسبي وتتعشى وترقد خفيف. لا اله الا الله. اي نعم تصبح الصبح ما شفيت شبدك. يا مرحبا يا مرحبا ابو راشد. يا مرحبتين ابو محمد. هلا بك هلا بك. الله يحييك عبد الله. الله يعافيك. ابشرك على ما تحب. اجماري. كرفان عدال مصر؟ مال كوفي تقصد؟ ايش بلا؟ يا سلام يا سلام يا سلام بياض ويه بن سبيع بياض ويه بياض ويه يا سلام سلم ما شاء الله تبارك الرحمن يا حافظ يا حفيظ هذا متعة للناظرين ضلوا عليهم مقهر الضوء الله الله ما شاء الله تبارك الرحمن أجمل شتاء أي نعم أنا أشهد أن أجمل شتاء أجمل شتاء في العالم أبوي لطم من هالأكل الطيب وهالجو الفنان الحمد لله شو العيش النهري هذا المطلوب يا سلام هذا اللي يبري العليل نعم يا سلام هذه الخلطة جاهز يا سلام يا سلام ما شاء الله تبارك الرحمن كريسبي والله عليك شامل كريسبي كامل قرب قرب يا سلام ما شاء الله ما شاء الله هذا كريسبي وهي طلوع مني ها بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن هذا الصبح كركشة ما سمعك بس انه زوم وين الصوت من الكواليتي ياس بن من يعني كم تقدر ترى ياس شو اسم ابوك بس اسمه ذكر بال ما علشان ما تنزل ما تبدا بجو كرمال ما الصوت ما ياس بن عيسى لا لا ياس ياس بن عيسى بن سعيد بن محمد ما بقعد يفيدنا لان انا القبيسي صح متر تقدر ايه فينا بس زعلانك ما بقعد يبين يعني مظفر يا مرحبا مسيك بالخير مسيك بالنور والرضا الساعة كم بكرة إن شاء الله مسراحنا؟ الساعة 9 الله حاضر أول الله وين بها قبل؟ أول ما يظهر على الحبارة اللي قصينها ويا كل ليلة نعم إن الله أعطاني إياها إن شاء الله ولها بهوا بنلقى المحل وبنهد عليها ومن هناك بنظهر على الأرنب نعم بندور الأرنب إن الله أعطانا شيء ومن هناك بنظهر على الحبار توكل على الله الضبي خلوك هو الميل له ها ترى الضبي هو من الحبارة سلك من دون نطة ونطيطة ما شيء مشكلة جاهزين مرة أنا والله أشكرك ما أبيك حزنك يلا رحب يلا رحب ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك شو مسمنا طيرك شو مسمنا الذيب يا سلام يا سلام على طير على طير ياس حافظ على طيرك يا ياس ها ياس ياس عينها الطير ياس زمان عندك هالطير؟ شد قناصة؟ صاد؟ شو صاد؟ أرنب لو حبارة؟ أشكر فنك سوي أيوة أيوة مضبوط 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 أيوة رفع طيرك رفعه عدي عدي شله هوك هب عدي الريال عدي ما شاء الله عليك